في مدينة جابس بجامع سيدي أبي الباب الأنصارية ومقام هذا الصحابي الجليل، أحيت جهة جابس ذكرى الإسراء والمعراج بحضور وزير الشؤون الدينية في احتفاء هو الأول في تونس رسميا بهذه المناسبة الدينية. منذ السنة الماضية ارتأينا أن تكون هناك احتفالات رسمية بليلة الإسراء والمعراج، واخترنا أفضل مكان لهذا هو مقام الصحابي الجليل خليفة رسول الله في غزوة بدر. احتفاء ليس فولكلوري وإنما احتفاء علمي من خلال محاضرة علمية تقام للتذكير بالعبر والدروس المستفادة من هذه الذكرى التي هي يعني ليلة إسراء ومعراج النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم الذي كان من بيت المقدس، فهي إشارة كذلك إلى الأمة على ألا تنسى القضية الأم، القضية الفلسطينية. إحياء هذه الذكرى في هذا المقام الجليل تم من خلال تنظيم مسامرة دينية بحضور الأئمة الخطباء بولاية جابس، وتم تقديم فيها مسامرة دينية حول هذه الذكرى الدروس والعبر. الله سبحانه وتعالى أن يبين أن بعد كل محنة تقع على المسلم هنالك منحة وعطية من الله تعالى، وإن مع العسر يأتي اليسر مباشرة، وهذا ديننا والحمد لله. ومن أهم مقاصدها كذلك أن نعرف مكانة مسجد الأقصى الذي ندعو الله دائما أن يحرره. رمز لصاحب المقام، مقام سيدي بابا تقام فيه الحفلة هذه بالنسبة للمسلمين، عشان نصر يجعلنا الله من المقبلين. صار زيارة وزير الشؤون الدينية إلى ولاية جابس لم تقتصر فقط على إحياء ذكرى الإسراء والمعراج، بل شملت أيضا تدشين عدد من الجوامع والمساجد من بينها الجامع بمنطقة لحميلة بمعتمدية مارث من ولاية جابس.